يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في مسجد من المساجد في ليلة ختم القرآن في رمضان أحضر إمام وجماعة من المسجد أحضروا سحورا بهذه المناسبة وعزموا عليه المصلين بعد الصلاة، فهل فعلهم هذا مشروع؟ الختم وقت السحور، كانت في وقت السحور فلا بأس. طيب ما إذا كانت بأول الليل ما له مناسبة، جيب لهم عشاء، كان جاب لهم عشاء في أول الليل. نعم.